أبو مطلق من الدمام، تفضل يا أبو مطلق. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، بغيت أسألك طال عمرك عن الوالدة، حلف على أنها ما تساعدني في ذبح الأضحية صلخة، وقامت بمساعدتها لي، فما الواجب علي؟ كفارة يمين، يجب عليك كفارة يمين، عتق رقبة أو صيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإذا لم تجد تصوم 3 أيام كفارة اليمين. نعم.